القناة الحرة تطرق فيه إلى عدد من الأحداث والمستجدات على الساحة، ومنها الأحداث التي شهدتها مدينة تعز الليلة الماضية. مصدر محلي مسؤول في محافظة تعز إنما جميع من عناصر اللقاء المشترك والخارجين على القانون أقدموا مساء أمس على مهاجمة واقتحام مبنى السلطة المحلية لمديرية القاهرة ومبنى أمن المديرية بتعز، كما حاولوا اقتحام بعض المباني العامة المجاورة واعتدوا على عدد من جنود الأمن وقاموا باختطاف 2 منهم واقتيادهم إلى ساحة الاعتصام بصافر واعتبروهما أسيرين وكبلوهما بالحبال وحققوا معهما وعذبوهما ثم قاموا بشفط دماءهما بطريقة تنم عن عدائية مقيتة ووحشية لم يسبق أن شهد اليمن مثلها من قبل. وأضاف المصدر إن ما قامت به تلك العناصر الإجرامية المتعطشة للدماء بحق الجنديين قد أثار استياء زملائهما، فما كان منهم إلا تحريرهما من الأسر. ونوه المصدر إلى أنه ترتب على قيام تلك العناصر بالاعتداء على مبنى مديرية القاهرة والمباني الأخرى وتصدي رجال الأمن لهم سقوط قتيلين من المقتحمين وإصابة 16 من أفراد الأمن. إذا ما عندنا هو أن قتيلين سقطوا من المعتصمين الذي قاموا بالاقتحام، وبالتأكيد يعني اعتقال جنديين وشفط دماءهم يعني عملية مثيرة لبقية الجنود. هذه هي التي أدت فعلا إلى حدوث مثل هذه المواجهة. لكن استاذ عبد الله، اليوم القنوات الفضائيه جابت صور قتلى وناس متفحمين داخل الخيام بالعشرات. طبعا في جميع الاحوال سواء كان القتل من المعتصمين او من رجال الامن هو خساره لليمن لانهم كلهم يمنيين، ولا بد من التحقيق في هذا الحادث، والحكومه تعد بان تجري التحقيق وتعاقب الذين خالفوا القانون والذين تسببوا في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، لأنه فعلا شيء مؤسف بأن تتحول الاعتصامات إلى اقتحامات، وبأن تتحول الاقتحامات إلى صدامات بين رجال الأمن والمعتصمين، وأن يسقط ضحايا سواء قتلى أو جرحى. نحن ندين مثل هذه الأعمال ونؤكد بأن الدولة سوف تحقق مع كل من ارتكب جرما في هذا، وسينالوا جزاءهم من خلال القضاء، لأنه فعلا التوجيهات التي أصدرها فخامة الرئيس لرجال الأمن أن يحمل الاعتصامات السلمية، وعلى أحزاب اللقاء المشترك أن تتجنب مثل هذه التصرفات الهوجاء، يدفعون بالشباب إلى اقتحام مقرات، يصطدمون برجال الأمن، ينتج عن هذا فعلا استخدام للقوة من الطرفين، سواء قوة للقوة الذين قاموا باقتحام المباني وأسر الجنود وشفط دمائهم، أو القوة التي استخدمت من باب رد الفعل بحق المعتصمين وأن نتج عنها قتلى وجرحى. هو شيء مؤسف ومحزن، ولكن علينا فعلا أن نستشعر المسؤولية. هذا يوجب فعلا على كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد التي سببت في هذه الأزمة أن تلتقي على مائدة حوار لحل كافة المشكلات، لأن الدماء لا ينتج عنها إلا المزيد من الدماء، ولا نريد أن نغرق البلد في بحر من الدم كما هي غارقة الآن في أزمات اقتصادية واجتماعية ناتجة عن هذه الاعتصامات التي استمرت أكثر يعني الآن يعني قريبة من 4 أشهر اعتصام عطلت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي تعود بنا يعني مسافات إلى الخلف. كيف فعلا سوف نستولي على الأوضاع بعد انتهاء هذه الأزمة، سواء الذي هم في الحكم أو الذي هم في المعارضة؟ الذي هم في المعارضة ماذا سيحكمون؟ وطن ممزق، أشلاء محطمة؟ علينا أن نستشعر المسؤولية وأن نبتعد عن الغرور وأن نجلس على طاولة المحافظة الحوار. كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل لولا الكبر، كبر أحزاب اللقاء المشترك ورفضها حضور إلى ساحة القصر الجمهوري لتشهد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على هذه المبادرة. المبادرة ندعو الإخوة في دول الخليج إذا كانت تريد لهذه المبادرة النجاح أن تكون هناك آلية تنفيذية لهذه المبادرة، وبالتالي يتم التوقيع عليها من قبل فخامة الرئيس ونشرع على طول في التحاور ل
لكي نصل إلى خروج نهائي من هذه الأزمة. ما حدث في صنعاء؟ اقتحام للوزارات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ما حدث في نهم؟ اعتداء مسلحين من الإصلاح مشايخ على رجال الأمن يقومون بالواجب بتلك الطريقة الهمج لا يتفق مع الديمقراطية ولا مع المعارضة ولا مع أي شكل من أشكال الديمقراطية. ما حدث في أبين هي القاعدة، القاعدة إرهابية، تنظيم إرهابي، وعلي عبد الله صالح حارب القاعدة بشراسة، وبالتالي هو شريك للمجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب. القاعدة هي تنظر لهذه المشكلات التي تحدث هنا وهناك ووجدت إنها فرصتها المناسبة لكي تسقط مدينة زنجبار. طبعا هم استولوا على مقرات حكومية زي ما استولى صادق الأحمر على مقرات حكومية في صنعاء، استولوا على مقرات حكومية في زنجبار، ما فيش فرق، لأنه أن تستولي على وزارة أو فرع وزارة العمل واحد. لكن أنا أقول بأن على الشيخ الزنداني وعلى اللواء علي محسن صالح مراجعة أنفسهم، وبالتالي اتقاء الله في مثل هذه الأعمال والاعتداءات التي تحدث من ناس محسوبين عليهم، لأن بين الإخوان المسلمين وبين القاعدة في بلادنا علاقة جدلية. صحيح أنه الإخوان المسلمين يطرحوا بأنهم لا يؤمنوا بالعنف، لكن أيضا هذه مجموعة يعني خرجت منهم، وما زال عرق اللبن هو قاسم المشترك بين الاثنين. فكلما الشعر إذا كان العقلاء يقوموا بهذا العمل في صنعاء وفي نهم، كيف المجانين ما يقوموش بهذا العمل في زنجبار؟ إذن ليس صحيحا بأن علي عبد الله صالح هو الذي سلم زنجبار للقاعدة. القوات المسلحة اللواء 25 في زنجبار بلي بلاء حسنا في قتال هؤلاء القاعديين الشرسين الذين معروفين بأنهم مستميتين في قتالهم، وما زال القتال قائما حتى الآن، وهناك ضحايا كثير جدا من بين أبناء القوات المسلحة. وعلى هؤلاء الذين يقولوا بأن علي عبد الله صالح سلم زنجبار أن يراجعوا لغتهم ويراجعوا أنفسهم وأن يقولوا كلمة حق. يعني يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ويجب أن نلتقي معا لمواجهة الإرهاب. الإرهاب آفة سوف تبتلعنا جميعا، ولا فرق بين إرهاب القاعدة وإرهاب الذي حدث في نهم أو الإرهاب الذي حدث في أمانة العاصمة، إلا أنه هناك في تأييد دولي، وهذا ما فشلوا تأييد دولي. وفي جميع الأحوال فنحن ضحايا الإرهاب يمنيين، يجب أن نحكم العقل، ويجب أن نحكم العقل على العواطف والانفعالات. الله يحميهم. أهني أولا الشعب وفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بمناسبة عيد الوحدة 21. ثاني حاجة أقول إن